متابعات متابعي أخبار الفجر المغربية، مرحبا بكم في هذا الموجز الإخباري. البداية بالعناوين. الوحدات الفندقية تخفض أسعار المبيت بنسبة 30%. سعيد مزازي يكشف عن عدد حالات الغش بامتحانات البكالوريا. نيجيريا تعلن بناء خط أنبوب غاز مع المغرب. أشارت مصادر مقربة تخفيض الوحدات الفندقية لأسعار النبيت بنسبة 30%، وذلك تشجيعا للجالية المغربية التي تنوي القدوم في عطلة الصيف بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا. كشف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية ضبط 4235 حالة غش بامتحانات البكالوريا خلال السنة الحالية بنسبة ارتفاع 116% مقارنة بالسنة الماضية. وفي سياق متصل أكد أمزازي أنها نسبة ضئيلة شكلت 1% فقط من عدد الحاضرين لاجتياز الامتحانات. أعلنت الحكومة النيجيرية عزمها بناء أنبوب غاز بين نيجيريا والمغرب، وقد أكد مسؤول حكومي نيجيري أن خطط تجسيد هذا المشروع قد استكملت، وأن بدء في إنجازه سيكون في حفل يترأسه الملك محمد السادس ورئيس نيجيريا محمد البخاري. إلى هنا ينتهي موجزنا الإخباري، كانت معكم رميساء السدي.